أستاذة الدكتورة سناء حجازي، أستاذ بجامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية. دكتورة، يعني إذا ما تحدثنا عن الاستثمار في المجتمعات العمرانية الجديدة، نتحدث في نفس الوقت عن الاستثمار في العقول. ماذا يعني هذا الاستثمار عندما نخلق مجتمعات مستدامة بفكر جديد بتكنولوجيا جديدة، ونستثمر أيضا في عقول مشغلة لهذا الفكر ومستدامة فيما هو قادم لأجيال قادمة داخل الجمهورية الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة طبعا كان يوم جميل بافتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة. طبعا هذا الافتتاح لمدينة من مدن الجيل الرابع، شهدنا جميعا في مراحل أخرى سابقة العديد من المدن مثل العاصمة الإدارية وأسيوط الجديدة والجلالة وبورسعيد الجديدة والإسماعيلية الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، اللي زي ما سعادتك تفضلتي وقلتي دي أفكار تنموية مستدامة الدولة المصرية وضعتها أمامها لكي تحقق المزيد من جوانب التقدم وتواكب العالم في طفرات النمو والازدهار، حتى تسير مصر كجمهورية جديدة في هذا الركب. نعم دكتورة سناء، يعني الكثير من المشكلات الاجتماعية حدثت من أماكن غير مخططة، من أماكن كانت خطرة، ومن ثم شكلت قنبلة موقوتة داخل المجتمع المصري لسنوات ماضية وعديدة. كيف استطاعت الدولة المصرية التغلب على هذه المشكلات بأماكن مخططة، بمجتمعات عمرانية متكاملة، بخدمات تقدم على أعلى مستوى في مدن جديدة، أو حتى في إحلال هذه الأماكن غير المخططة والخطرة بغيرها من الإسكان المتكامل؟ في الواقع شهدنا جميعا الأفكار الطموحة، وزي ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يردد كلمة جميلة، وهي إن احنا نحلم ونحقق الحلم على أرض الواقع. فطبعا كان هناك أماكن كثيرة غير يعني لائقة بالمواطن، فطبعا العشوائيات دي نقلة نوعية جميلة جدا، واكبها استثمار في تطوير الأماكن بنقل هذه العشوائيات لأماكن يعني أكثر تحضرا وأكثر رقيا. وأيضا عندنا تطوير الريف المصري، وإحنا عارفين طبعا أن الريف المصري بيشغل حيز عمراني كبير، فهناك العديد من المشروعات حدثت في إطار تطوير الريف المصري من خلال مشروع تطوير حياة كريمة للمواطن، ويعد ذلك نموذج تنموي متحضر بتشارك فيه الدولة بكل قطاعاتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتكامل للخدمات المختلفة، لعمل نقلة نوعية للمواطنين في الحياة من خلال هذه الخدمات المقدمة. يعني أنا المواطن لما هيتنقل من مكان إلى مكان في مثال العشوائيات هنقول إن هو فعلا بيعيش حياة كريمة. لما هو بيعيش في الريف وبيشهد هذا النمو العمراني وهذا التطوير في مشروع حياة كريمة، المواطن أيضا بيعيش حياة كريمة. كل هذه الأمور هي توجيه لهذه الأفكار البناءة للدولة المصرية، كلها بتسير على قدم وساق في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة مصر 2030. نعم، فكرة تأهيل البشر أو تعديل السلوك بما يتواكب مع هذا الفكر الجديد، كيف طرحها؟ والله دي قضية هامة جدا وملف هام جدا. يعني أنا دايما بنقول البشر مهم، الحجر مهم والبشر أيضا مهم. يعني أنا بنمي البشر وبنمي الحجر. لما نيجي نقول تعديل السلوك وتغيير السلوك لأي مواطن لإكسابه عادة جديدة أو سلوك جديد، ده بياخد وقت كتير، ويمكن الجامعات المصرية عليها دور هام وقوي ورائد في هذه المسألة، لأن احنا ممكن نكون بنخلص في بعض المراحل من تطوير العشوائيات أو الريف المصري للحجر، ولكن البشر لابد أن يستمر، لأن إكساب العادات السليمة وعايزة أقول المستدامة للمواطن هو ده اللي هيحافظ على الحجر. الحجر ده اتصرف عليه مليارات الجنيهات، الدولة المصرية يعني فكرت وبنت وعمرت. طيب دلوقتي البشر ده ايه الدور بتاعه؟ المواطن المصري ايه الدور بتاعه؟ ان يحافظ على هذه القيم المكتسبه، هذا الجيل الحالي والاجيال المستقبل.
ايضا عليها دور هام جدا. عشان كده احنا لما بننزل من خلال جامعه حلوان او كل الجامعات المصريه ما بتنزل، بناء طبعا على توجهات وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، احنا بنشتغل على ايه؟ تطوير الرائده الريفيه، تطوير المواطن المصري، رياده الاعمال، نشر ثقافة التسامح، نبذ التطرف، الاهتمام بالتدوير والتنشئة للأسرة، حتى التنشئة السليمة للأسرة. نعم. إكساب المرأة داخل بيتها، كيفية معاملة زوجها وأسرتها حتى نقلل من نسب المنازعات والطلاق وغيره من هذه المشاكل. أنا عايز أقول أن كل هذه الأمور كلها نسيج متكامل للمواطن المصري وللشعب المصري، ودي رؤية مصر، وده الفكر اللي بيطرحه فخامة الرئيس واللي بتشتغل عليه كل القطاعات. نعم. ومن ثم تكون الجمهورية الجديدة على أسس صلبة فيما هو أكيد. قادم لأجيال قادمة. عندما نتحدث عن خطاب يعاد صياغته مرة أخرى، خطاب ديني، قضية الوعي وزيادة الوعي داخل المجتمع المصري، إذن نتحدث عن مؤسسات التنشئة. كما تحدثتي دور العبادة، المدارس، الجامعات والأسرة كصمام أمان للمجتمع المصري، لكن كيفية تنمية كل هذه الأمور، كيفية تنمية هذه المحاور بالشكل الأمثل؟ تنمية هذه المحاور بالشكل الأمثل زي ما اتقال النهارده في الافتتاح المرحله الاولى لمدينه المنصوره الجديده، ايدينا كلنا في ايدين بعض. القطاع المدني مش هيقدر يشتغل لوحده، الدوله مش هتقدر تشتغل لوحدها، الجامعات مش هتقدر تشتغل لوحدها. كل ده لان احنا عندنا قضايا وملفات عايز اقول ايه لها عمق. هذا العمق بيشكل، مش عايز اقول تحدي، احنا الحمد لله ماشيين بخطى ثابته وبخطى مستدامه ومستمره، لكن عايز اقول لما يكون في تكاتف للجهود وتعمل كلها بتوازي وعلى قدم وساق، نستطيع ان احنا نحقق الطفره اللي احنا عايزينها. لان احنا لما نيجي نبني احنا مش بنبص النهارده ل 2022، احنا بنبص ل 50 سنه قدام، بنبص ل 70 سنه قدام. فكل هذه الطموحات والاحلام وهذه الامور كلها لن تتحقق الا بتسامد، واحنا ده شايفينه على فكره. يعني ده بنلمحه في القطاعات المختلفه. كل الناس بتشتغل على قدم وساق تحت مظلة الخطة 2030. نعم. بس احنا محتاجين نواكب التطوير الحالي المستدام اللي الدولة بتعمله. الدولة بتجري، الدولة واخدة يعني عايز اقول ايه مبادرات هامة، مشروعات هامة، تنمية وتطوير، الليل يسبق النهار والنهار يسبق الليل، في الطرق، في البنية التحتية، في انشاء المدن الجديدة، في انشاء الجامعات. لا انا عايز اقول ان في تطوير وتنميه على قدم وساق. احنا لازم نعي لهذه جوانب التطوير حتى يعني نلاحقها وحتى نحقق استدامه لها. نعم. التعايش، المواطنه، تقبل الاخر، مفاهيم تحرص عليها الدوله المصريه. اذا نتحدث من خلال صوره ذهنيه، ليس فقط صورة ذهنية للداخل المصري فيما بيننا، لكن أيضا صورة مصدرة إلى الخارج عن المجتمع المصري بكافة جوانبه. كيف تري هذه الصورة والرسائل في الداخل والخارج؟ أنا هتكلم عن حاجات أنا لمستها وعشتها واشتغلت عليها. يعني مثلا الحاجات اللي بتجي لنا من وزارات مختلفة لنبذ التطرف، نشر فكرة التسامح، البعد عن المسائل دي، حتى بالنسبة للمخدرات إلى آخره. الفكر قبول الآخر وتقبل الآخر والتعايش في سلام. إحنا بننزل نشتغل على أرض الواقع. إحنا شباب الجامعات دلوقتي قوة عظمى، فإحنا بننشر هذا الفكر ما بين الطلبة من خلال الأساتذة، وأيضا كان أعتقد مكتبة الإسكندرية كنافذة تنويرية تثقيفية عاملة قريب مؤتمر للتسامح. مصر بخير، مصر بخير، ولن ينال أحد من مصر في شيء على الإطلاق. إحنا لحمة واحدة، إحنا كتفنا في كتف بعض. لما عيني بتيجي على حاجة إحنا كلنا بنجري على فكرة، إحنا حتى مش بنستنى الخطابات لما توصل لنا من الجهات، بننزل نشتغل مع كافة الجهود على مستوى رئيس الجامعة، على مستوى النواب، على مستوى الأساتذة، على مستوى كل القطاعات. فإحنا بنقول رسالة وصورة ذهنية للعالم أن مصر بخير، مصر في سلام وتعايش. على فكرة الخطة الذهبية المضيئة لكوب
27 اللي حصلت، مصر بخير. افتتاح المنصورة الجديدة ومن قبلها كل المدن السابقة اللي سبقتها، المدن الذكية، مدن الجيل الرابع، مصر بخير. طول ما احنا بنبني وطول ما احنا معانا رئيس بيقول فكروا، انا عايز افكار خارج الصندوق، انا عايز نحلم، عندك طموح ما حدش هيجي يقرب لك على الاطلاق. المواطن المصري واعي. وفكرة المشاركة والمسؤولية المشتركة ما بين شعب ورئيس وقيادات داخل الدولة بنشوفه بعيننا كل مرة، كل مرة بنشوفه، بنشوف قد إيه لما بتبقى مبادرة ابدأ النهاردة، هو بيقول نحيي هذه المبادرة، وبنحيي مبادرة بتقول أنا عايزة أقلل الاستيراد وأعظم الاستثمار. بنشوف النهاردة القطاع العمراني بيبني علشان يقول للعالم رسالة قوية، نعم. إحنا بنبني، بنستثمر كل شبر في البلد، بنعمل طفرة في الجامعات، وأصل كل في كل مدينة ذكية بيتم إنشائها إحنا بنقول رسالة للعالم، أنا بأبني، أنا بس مش هي مساكن، لأ، ده أنت قدامك مراكز شباب، مستشفيات، جامعات، مدارس، فأنت مفيش حد هينفذ بقى، طول ما أنت بتبني مفيش حد هيقدر ينفذ. وهذه هي فكرة الاستدامة والمداومة، التعمير والبناء والتنمية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة الدكتورة سناء حجازي، أستاذ كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان ومدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.